محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أرحم الراحمين، إلهي وحده سبحانه وتعالى ما أنطفق علينا صورة ديني صورة القدر وصورة صورة صورة القرآن كعا سغاشا يتطبع صورة دعا صورة القدر ومكية آيات كيف نوشن آيات وكرية إلهي سبحانه وتعالى الله قبل ربسك الله الله الرحمن لا نحرس عام قال مسلم يقول حرستي الرحيم لا نحرس قارنتك مؤمن تجلس يقول حرسني الله اجعلنا يا رب الى وحي سبحانه وتعالى انا انك انزلناه وحسود الجنه وقرانك في ليله القدر حبين شرف له ينسود الجن قرانك معجزه بدن له الى وحي نحن انزلنا هذا القران معجزه في ليله القدر ينسود الجن حبين ليله القدر وشرع وشرفت له نسود الجني قرآن كاس إن أنزلناه في ليلة القدر نسود الجني قرآن كا هبين ليلة القدر هذا الشرف لك صادوا مقشين إلى الشيخ سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر معك وغيسيني محمد وليلة القدر غرقوبية هاي وما أدراك معك وغيسيني ما ليلة القدر ليلة القدر غرقوبية هاي سو لو ودي هذا يقول هاي يوصف السيرة يقول هاي يري ليلة القدر هبين كشرف تلي خير وحك خير بنيها من ألف شهر كم بلاد لك خير بنيها هبين كاتو لها قف قف دعدي سأجيبه إلى هاي وحك خير بنيها لكم بلاد قف دعدي سمح أجر كي يقول السيرة تنزل الملائكة ملائكة سودكته هي والروح وجبريل بس ودقة فيها هبين كان حديدة حيقول صدقان يسوي صدقان أمي إن ربي إنك ربي جوبة من كل أمر أمر كستوي سمينيا يوح كست سمينيا وحيقول صدقان ملايك تنقو تماضى أمر كإلهي إسكما صدقان أمر بيقاطا إلهي أكاو حمصة سمينة سوى سمينة إلهي بس يساو صدقان يو ربي لي سبحانه وتعالى أمر كإلهي يقول صدقان سلام بي لأنه بتقلي سلام النبت قليو هي تاسي حتى مضل الفجر إلا واهو كبرياي ملايكتو تشتوك الدكة دو صعوتا مؤمنين تا ميلا خيرك اللو هي جوكتا النبت قليو النبت قليو النبت قليك اللي دهي محال إنسان كا ميلا سي جوغان يا خير إلا اودي وبريا سلام هي حتى مضل الفجر النبت قليو كركنا عطي لا واهو كبري إلا دروع الشمس والعاد صوب حضا يا خلاص قفو الدحيز كتو كدو يا كاكراتنا ملايكتو دريشتا وقتاسي شرفت يولي هاي ما هي ذي نيل تقدره الرسول كان ينشر عليه سلاسل حولي دي الحجة هاي القرآن كله صود صود ذي ما هي ذي وقت قص ما يصود ذي إنه الله حد الدنك تشو بس وحوك صود ذي ماش أصر يسأل الله حلف محفوظ كل ذي مهم ذي السماء تقصق يسحب الدنيا إلى هاي كاني بالي نزلوا من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بالله كاني ثم قدم نسر حسود الجنبي إسحاق جبريل إلى الأرض الأرض الجنبية في مدة كينية مدة 23 سنة صدح يلوات الصنع القرآن كسود دقائي كما قال ابن عباس ويجري أنزل الله القرآن جملة واحدة كسود الجي من اللوح المحفوظ إلا البيت العزة من السماء الدنيا يلو سود الجنبي فإذا قالوا سود الجي إلى السماء الدنيا أنت أصغي سفرها أصغي سالك يعني هل كان سوق المعير مفصل مفصل وسوقاري وسود الجنبي قدوش عليه الصلاة والسلام صدح يلوات الصنع كسود دقائي القرآن مركز وحيل هاي نصاص النبي حلو بري وقرآن كأسوق مكا قارية وهذه اللي محمد عليه السلام قرآن فضل بدن إنه هاي وأرد أدق دشين الجوع وأنا وقوش شرف بدن وحلا قبطه يوحلا آخرية يوحلا آخرية ونقصو جدو يوحلا برتو قرآن كأيا وشرف بدن مركز إلى هاي محمد عليه سبحانه وتعالى إلى هاي إنه إن لا مع هاي ذي هو وافجوا برشلي سقرآن كأخرسي س يا قاده شيء سعي وكم حركي سعي ترى إن شاء الله تعالى وحين خلي قدر حنفتي ذا شيء دام رأسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص قدر حنفتي